مرحبا بكم أحبائي الصغار في هذا الفيديو. بعد أن شاهدنا في الفيديو السابق القراءة رحلة في الجهاز الهضمي للقمة، وشفنا المراحل اللي مرت بها، هنا نشوف أغني معجمي أكون بمقاطع كل مجموعة كلمة موجودة في النص. لينا شوفي معايا هنايا، أكون بمقاطع كل مجموعة كلمة موجودة في النص. دابا هنايا عندك أنت با، عندك وج، وعندك تون. شنو هي؟ وجبات. فهمتي هذا؟ غير هذه سهلة. وجبات. إذا ها هي صافي فهمتوها. وجبات هذه، يلا بلا ما نقول لك أنا. أدراس. ولتي واعرة تبارك الله عليك. أد را صن هذي؟ يلا شتات كده يلا. عصارة. أي عصارة مزيان. أنا والله ما قلت لها شي حاجة، هي الراس. أبحث عن كلمة تتكرر في النص. هاد الكلمات كتكرر في النص، هنا بزاف تكررت لينا في النص. بحالاش مثلا؟ أنا بلا من باش ما نطولوش عليكم بزاف، بحال دابا لقمة، لقمة كاينة بزاف، لقمة لقمة، هاي لقيمات، هاي لقمتي، هاي اللقمة، هاي اللقمة، هاي صافي كاينة اللقمة. إذا أول حاجة شنو نقولوا؟ اللقمة، اللقمات، اللقمة. شي كلمة أخرى مثلا؟ شوف هذه فمي، فمي أضع فمي مصيري أضعها في فمي، أي فمي هنا، فمي في فمي. تنسين بلاتي باللعبة أدرس تعقل إن ذات اللقمة وحي الملئيزة وغنى لقمة وحية ساكن داخل المعدة صار نحن لقد حولنا في رأس رجل قدمت من المعدة هنا المعدة، أي المعدة، المعدة، المعدة. واج كاين المعدة جوج مرات هنايا أنا تنظن، وكاين هادي فمي جوج مرات، فمي وجوج مرات تحولت هي، كاينة فا مي، كاينة المعدة، المعي معدة صافي، كاينة اللقمة وكاينة فمي وكاينة المعدة صافي. سؤال اطرحي السؤال هي رابعا افهمه، اطرحي السؤال. ما هي الوجبة التي تناولتها الطفلات؟ هذا هو السؤال، سؤال كتطرح بحال هكا، اطرحي لي سؤال، راه سؤال هذا. وأنا اطرحي لي بطريقة ديال علامة استفهام، اطرحي لي بسؤال، سؤال سؤال. الوجبة ما هي؟ ما هي الوجبة التي تناولتها الطفلة؟ نطرح لك السؤال انايا؟ لا 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 سمع سمع السؤال، نطرح لك انت باش تعرفي تطرحي السؤال. ما هي الوجبة التي تناولتها الطفلة؟ راك نسول انا. ما هي الوجبة التي تناولتها الطفلة؟ يلا جاوبيني. الوجبة التي كنديرو كنحيدو هذه ما هي وكنقراو. الوجبة التي تناولتها الطفلة هي وجبة الغداء. هي وج وجبات الغداء. الغداء هي وجبات غداء، وجبة ديال الغداء. سؤال بنفس طريقة تحي السؤال ثاني. من تحدى من تحدث إلى الطفلة؟ شكون اللي تحدث إلى الطفلة؟ شكون اللي يهضر معاها؟ اللقمات، 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 اللقمة هي اللي تكلمت معها. سؤال ثالث، سؤال ثالث. إلى أين؟ هذه ما تدخلش فيها، هذه راه كنحيدو جوج. إلى أين؟ إلى أين أخذت اللقمة الطفلة؟ إلى أين أخذت اللقمة؟ في أين؟
أخذت اللقمة. حلوة هذايا، دير السؤال وكنكملو وكنجاوبو. أخذت اللقمة الطفلة الجهاز العظمي. إلى الجهاز هذه الهضمي، الها ض مي. إذن أخذت اللقمة الطفلة إلى الجهاز الهضمي باش يكتشفوا ديك الساعة. ماذا اكتشفت الطفلة عند نهاية الرحلة؟ شنو اكتشفت؟ اكتشفت الطفلة عند نهاية الرحلة. اكتشفت الجهاز الهضمي. اكتشفت الطفلة عند نهاية الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي. اكتشفت الجهاز الهضمي وشنو الادوار ديالو والمصير ديال اللقمه ملي كتبدا من الاول حتى الاخر ديالها. صافي مزيان. خامسا اتذكروا عباره النص واتمم. يلا عبارات وفكري لي شويه. اضع في حاجه في فمي. اضع اللقمه في فمي. ما نقولش اضع الملعقه في فمي. اضع الملعقه اضع. ولكن عندك لي مصطي كيقول اضع في مصطي. كاش مصطي شو ولا هي انا ما عرفش ملي بتعرفش هاكل. اضع في فمي في فمي. هذا في اضع في فمي في فمي. اضع اللقمه ما في فمي. فاقرأ. فتبلل بالماء. فتبلل باللعاب. باللعاب. فتبلل باللعاب. جيد. اللعاب. فتبلل باللعاب. زيدي و كملي لي. وتسحق بالمطحنة. الطاحون اللي كتحنى. لا تسحق بالاضراس. الاضراس ملي كتحنوهم هكا كنسحب لي. راسي. الاضراس ملي كتحنوهم. استخرج من النص اعضاء الجهاز الهضمي. اعضاء من الجهاز الهضمي. انا قول لي ها اللقمه حطيتيها شنو كتبدا باش ملي كتبدا كتسالي يلا منش كيتكون؟ قلنا الفم، البلعوم، المريء، المائدة، الأمعاء مع الدقيقة الأمعاء الدقيقة. الفم، البلعوم زيدي. المريء زيدي. المائدة أخيرا الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة. يعني الفم، البلعوم، المريء، المائدة، والأمعاء الدقيقة. كلهم في الأخر كيكون فيهم هو كبحال الدقيقة. كيف أحافظ على أسناني؟ كيف تحافظين على أسنانك؟ أحافظ أسناني بغسلهم بعد كل وجبة بالفرشاة والسنون. صافي يلا الى هنا تكون قد انتهى الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناه ودعمنا باللايك. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.